يا ظالم، ازيك؟ عامل ايه؟ مبسوط ومستريح؟ ده اللي يهمني. انا عايز اطمن عليك، قلقان لكون ما شبعتش ظلم وقهر وافترى. عايز اطمن انك في احسن حالاتك، وانت منتصر على شخص استضعفته وظلمته. وياريت تطمني كمان على غرورك، لان ده بصراحة شغل تفكيري وما بنامش الليل. يا ترى غرورك تمام؟ شبع من ظلم الناس وكسرتهم وقهرتهم، ولا لسه شوية؟ ما تسيبنيش قلقان، الله يخليك. انا عايز تطمني ان كله تمام، وانك طبقت شروط الظلم بكامل مواصفاتها علشان الضمان. اصل ربنا مش هيسيبك، واللي هيتعمل فيك منه كتير وملوش اخر. هتتبهدل دنيا واخرة، فمش عايزك تتبهدل على الفاضي. اظلم ودوس كمان وزود، اوعى تكسل او تتخاذل. وحب اطمنك عن المظلوم علشان عارف انك مهتم بيه. ظلمك بالنسبة له عامل زي شوية البرد، هيروح وهيبقى احسن من الاول، ومش هيتعب كتير. هما كلمتين هو يعرف معناهم، بس انت لسه مش فاهم. حسبي الله ونعم الوكيل، هيقولها وينام. بس اللي هيحاسبك لا بينام ولا بيفوت. حلال عليك يا معلم دعوة المظلوم، وعليها بوسة كمان.